استمراء أهلي هذا الأخذ ووقوع تحت تأثير شهوة محبة المال أصبح ما يحتاط ولا يعرف الناس بحاله. ولا بعض الناس الأتقياء إذا جئت تعطيه زكاة أو صدقة قال معذرة أنا أصبحت ولله الحمد حالي لا تجيز لي أخذ الزكاة والصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لا حظ، ليس له نصيب. تسأل هذا المعطي الطيب الصالح يقول هذا والله فلان فقير. تعرف يا أخي ما معنى الفقير والمسكين في الشرع؟ الذي حدد لك الزكاة أيضا حدد لك أصحابها ووضع ضوابط. الفقير بحسب الضوابط الشرعية هو من لا يجد قوت يومه، يعني يمكن أن يظل يوم بلا أكل ما يجد شيء. والمسكين قالوا هو من يجد نصف قوت يومه، إن وجد الغداء ما وجد العشاء، وإن وجد العشاء ما وجد الغداء. لكن اسأل عن حال كثير ممن يعطون من الزكاة، الأطعمة تخرج من بيوتهم، تجد هو وأولاده يعيشون بكماليات، كل واحد منهم في يده جوال، يركب سيارة لا يركبها أوساط الناس. وأنا رأيت بعيني شخص يأخذ الصدقة في مكان كان هو أحسن الموجودين لباسا وهيئة وأحسنهم، حتى أحسن من الغني الذي أعطاه الصدقة، أحسن من لباسه. كيف يكون هذا فقير؟ يعني لو تجاوزنا فيما يتعلق بالصدقة، لأن وردت حديث تصدق على الغني تصدق على كذا، لكن بالنسبة للزكاة أذن أنها تتم وأنها تبرأ بها الذمة إلا إذا أعطيت لمن يستحقها، فإن أعطيت لغير مستحق فهي بقيت في ذمتك. فلا تظن أيها المسكين أنك أديت هذه الفريضة، لا، أنت مثل الذي صلى وأخل بجزء من صلاته، صلاته غير صحيح، أو صلى بغير وضوء، صلاته غير صحيح، أو صلى إلى غير القبلة، صلاته غير صحيح، أو صلى وعورته بادية، صلاته غير صحيح. كذلك الحال الزكاة، إذا أعطيتها لغير استحقها ما زكيت أنت. مثل حال الحج الذي قال فيه الشاعر فما حججت ولكن حجت العرب، اللي حج بمال حرام هذا ما حج في الحقيقة، اللي حج راحلة التي يركبها. وهذا حال المعطي، أنت فعلا أوسعت على هذا المسكين ومتعت بهذا المال، لكن الزكاة الشرعية ما تمت وهي في ذمتك. أيضا من الأمور التي يقع فيها بعض المسلمين المنة على هذا المستحق، سواء كان فقير، مسكين، غارم، من المؤلف قلوبهم، تجده يعطيه هذا الزكاة ومعه منة. لماذا؟ لأنه عنده أساس غير صحيح، لأنه يعتقد أن المال ماله، وحتى الجزء هذا اليسير اللي من الزكاة يعتبره أنه حق له، فكأنه يتفضل عليك. سبب هذا الفساد لأن الأساس فاسد، الأساس هو الاعتقاد أن كل هالمال لك ما هو لله، ولذا أنت
تتفضل به على الناس، تتكرم به عليهم، وتمن به عليهم. لا، هذا ما هو لك، هذا حق لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنا آخذوها وشطر ماله، يعني يأخذها بالقوة. وأبو بكر أخذها بالقوة رغم أنوف أصحابها، ما تتفضلون علينا، هذا بالقوة. والسلطان يأخذ الزكاة من صاحب المال عنوة، لو منعها أو تردد في منع في دفعها ما لك فضل. وأسوأ من ذلك أن يترتب على إعطاء هذه الزكاة لهذا المستحق تحقيق مصلحة. يعني يفهم هذا الفقير وهذا المسكين أنني أعطيك هذا المال لكن أنتظر أن تحقق لي مصلحة معينة من مصالح الدنيا، فهذا خلل، خلل وخلل كبير في العبادة. وأعظم من هذا الخلل هو الخلل الأخير، وهو أهم هذه الأنواع التي مضت، وهو أن بعض المسلمين يؤدي هذه العبادة، وليس فقط هذه العبادة وهذه الفريضة، بل وغيرها من الفرائض. ونحن مقبلون على فريضة الصيام، فيؤدي فريضة الزكاة ويؤدي فريضة الصيام ويؤدي فريضة الصلاة مع الناس ومع المسلمين، لكنه يختلف عنه، يختلف أحيانا أبعد مما بين المشرق والمغرب. لماذا؟ لأنه يؤدي هذه العبادة مستثقل، كاره. وعن هؤلاء يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتون الصلاة إلا، هم يأتون الصلاة لكن ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هو صحيح مع الناس، يصلي ويؤدي الزكاة وينفق، لكن يختلف ما يقوم بقلبه الذي يطلع عليه الله سبحانه وتعالى. فاطلع الله سبحانه وتعالى على ما في قلبه، فوجد أنه يؤدي هذه العبادة مستثقل، كاره، كأنها تنتزع منه انتزاع. ولذا الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما كل من صام وقام ليلة القدر يغفر له ما تقدم من ذنبه، لا، هنا شرط. من حقق هذا الشرط تحقق له المشروط. إذن لا بد أن تؤدي العبادة مؤمن محتسب. كيف تكون مؤمن محتسب؟ مؤمن يعني مصدق بشرعيتها، مقر بشرعيتها، لكن محتسب قالوا غير مستثقل. غير مستثقل يعني تؤدي العبادة نفسك طيبة، نفسك مغتبطة
تشعر بسعادة. وبعض الناس إذا جاء وقت الزكاة كأنه يخنق، كأن هذا المال يؤخذ منه قسرا وقهرا، ما يستشعر أنه يؤدي عبادة وفريضة من أعظم الفرائض، لا، ما عنده هذا الشعور. وهنا يكون الفقراء وأصحاب الزكاة أخذوا واستمتعوا بهذا المال وهو فقد الثواب والثمرة، هم استفادوا لكن هو ما استفاد، مثل الذي يصلي صلاة بغير خشوع، صحيح هو صلى لكنه ما يكتب له من صلاة الشيء. إذن ننتبه لهذا الأمر، وهو أمر دقيق وأمر صعب. أقول وأنا واثق مما أقول أن الأمر دقيق، يعني ليس من السهولة أن تنتقل من المرحلة أو الطائفة هذه إلى الطائفة التي تحب وتستلذ العبادة، وأيضا أمر صعب يحتاج أن تجاهد نفسك عليه مرة بعد مرة وتجاهدها عليه في عموم العبادات، حتى إن شاء الله تصبح هذه الفرائض بالنسبة لك أديتها واستفدت من ثوابها، ما هو مجرد أداء. إذن فهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ونحن ولله الحمد نعرف الشروط والأركان والضوابط والأوصاف، لا بد أن نحذر من بنيات الطريق، لا بد أن نحذر من هذه من هذا الشوك ومن هذه المفسدات التي تفسد علينا هذه العبادة العظيمة. فإذا نحن ولله الحمد وفقنا أولا لمعرفة الواجب في هذه العبادة، وأيضا وفقنا لأدائها على الوجه الصحيح، فحينئذ يتم لنا إن شاء الله المراد منها، ويتحقق لنا الثمرة منها، وليس أو لا يكون الأمر مجرد أن أصحاب أو أن هؤلاء المستحقين استفادوا ونحن لم نستفد من القيام بهذه الشعيرة. أترك ما تبقى من الوقت إذا كان هناك أسئلة في الموضوع، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.